el final de Bretaña. انا كله ده ما يهمنيش، يهمني المشيه، اركز في المشيه وهزه الوسط. يعني ما اعرفش ايه ده. ف انا اول مره يعني اشوف المنظر ده. اول دوله نوويه تعترف بنتيجه الاستفتاء، وكيف دمرت روسيا 15 طن ذخيره، وايلون ماسك يتحدى زيلينسكي، واخبار حرب اوكرانيا وروسيا، ومعانا فيديوهات جميله جدا. اولا نبدا تحياتي لكم والسلام عليكم مع احلى كوب شاي بالنعناع. يلا نستمتع بالفيديوهات وبقعده جميله نستمتع بها بفيديوهات رائعه واخبار جميله. سبق وقلنا لكم ان ما حدث في ليمان فخ، ولكن الكلام مش بينفع، احنا هنجيب كلام وصوت وصوره والدبابات الاوكرانيه المدمره في ليمان وفي مدخل خرسون. نسمع ونشوف. اولا احنا هنشوف قدامنا دلوقتي فيديو العربات والمدرعات الاوكرانيه، احنا شايفينها قدامنا وهقول لكم التفاصيل اللي حاصل. الدفاعات الروسيه تحيد اكثر من 120 عسكريا اوكرانيا وتدمر 14 مدرعة، احنا شايفين مدرعات على الطريق اهي، مدرعات اوكرانية، وتدمر 14 مدرعة على محور كراسني ليمان. ده المحور اللي قلنا هجموا به على القوات الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد أكثر من 120 عسكري أوكرانيا وتدمير 14 مركبة مدرعة على محور كراسني ليمان، شايفينهم ليمان، شايفينهم صوت وصورة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان في اتجاه كراسني ليمان في المنطقة السكنية توريسك ألحقت هزيمة نارية هائلة لوحدات اللواء الآلي 66 المسلحة الأوكرانية، يعني تابع القوات المسلحة الأوكرانية، ونقطتين للنشر المؤقت للتشكيلات القومية. تم تحييد أكثر من 120 قوميا و14 مصفحة، زي ما أنتم شايفين الكلام صوت وصورة وعلى عينك يا تاجر. وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك بالمناطق السكنية ومناطق أخرى في خاركوف، تم تحييد ما يصل من 100 عسكري بما في ذلك مرتزقة أجانب. واحد يقول لي هو العساكر ما بتخلصش، هو المرتزقة تخلص، ده جيش من كل الدول الأوروبية ومرتزقة بالفلوس من دول أخرى. دمر 16 وحدة من المعدات العسكرية في خلال الهجمات الصاروخية على مناطق تمركز وحدات الألوية الميكانيكية 14 و92 من القوات المسلحة الأوكرانية. وتابع البيان في اتجاه ليشيانسك نتيجة هجوم صاروخي على القوة العاملة ومعدات اللواء الآل 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية غيريو روفوكا، تم القضاء على ما يصل إلى 90 جنديا وتدمير 3 دبابات و6 مدرعات. كما أصابت الضربات الصاروخية بالقرب من مقاطعة زابوريجيا مستودع ذخيرة للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج وإصلاح الأسلحة وإصلاح الطائرات، أيضا مصنع موتور. تم تدمير أكثر من 15 طن من الذخيرة بما في ذلك قذائف لمنظومات الصواريخ الأمريكية هيمارس. يبقى الصواريخ الأمريكية اللي بعتت 15 طن ذخيرة تم تدميرهم حسب بيان القوات، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية. طيب ناخد أخبار على الأرض أيضا. فاكرين غواصة الموت اللي نشرنا عنها إن هي تعمل تسونامي وكده؟ اختفاء غواصة الموت، غواصة الموت اختفت يا جماعة، وإحنا شايفين بعض الأنباء عنها اختفت، وأوروبا كلها منزعجة هتقول يا ترى هي فين دلوقتي؟ طبعا لا في رادارات بترصدها ولا اي حاجه، يا هم مش عارفينها غطست في انهي بحر وانهي مكان، ولكنها اختفت من اعين او من مقرها الرئيسي. البعض بيقول راح تعمل عمليه نوويه في اماكن بعيده عن العمار القطب الشمالي، وناس تاني خايفين لا تكون عند احد شواطئ الدول اي دوله من الدول. فهنا يعني غواصه الموت دي يعني شديدة جدا، ونتمنى يعني ما يحصلش حاجة في الأيام القادمة. ده خبر. في خبر تاني
أول دولة نووية تعترف بالاستفتاء، وصف نائب مجلس الدوما سيرغي كاريفوف اعتراف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بنتائج الاستفتاء في جمهوريتي لوغانسك ودوناتسك ومنطقتي زابوريجيا وخرسون بأنها خطوة جريئة. وأعرب يعني كوريا الشمالية أعربت عن احترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها. وكتب على قناته: يرحب الحزب الليبرالي الديمقراطي بقرار كوريا الشمالية دعم دخول 4 مناطق جديدة إلى روسيا، شكرا لاعترافكم بنتائج الاستفتاء. بالإضافة إلى ذلك، التقى البرلماني مع الوزير المفوض في سفارة كوريا الديمقراطية في روسيا الاتحادية جونج هيب. يعني هي كوريا اعترفت بنتائج الاستفتاء، وقبل كده سوريا اعترفت وليها سفارات. خبر سريع: إيلون ماسك وزيلينسكي دلوقتي خابطين في بعض، ودي سياسة. يعني أعتقد إن إيلون ماسك ما بيتكلمش حاجة غير لما يكون حد زقه. قبل كده قال لك هتقولي يعني بوتي رجل لرجل، ويرد عليه قدروف وكده، يعني انتوا عارفين. إيلون ماسك يستبعد انتصار أوكرانيا في حال اندلاع حرب شاملة مع روسيا. استبعد مؤسس شركة تسلا للسيارات والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن يكون النصر حليف أوكرانيا، ده أغنى رجل في العالم وبيتكلم يعني كلامه مهم جدا. أيضا إيلون ماسك بالأمس قال لك أن شبه جزيرة القرم دي أصلا أراضي روسية انضمت بالخطأ إلى أوكرانيا، وبالنسبة للـ4 مناطق اللي ضمتهم روسيا ممكن يعملوا استفتاء جديد تحت رعاية الأمم المتحدة. ونتيجة الاستفتاء عايزين ينضموا لروسيا ماشي، عايزين ينضموا لأوكرانيا ماشي، كان رد زيلينسكي عليه بالشتيمة، وإلا يعني كلام مش حلو يعني. طيب ففي دلوقتي معركة عالية الوطيس بين زيلينسكي وإيلون ماسك. طيب هنقول أيضا يعني نشوف فيديو تجربة نووية قنبلة في حجم البرتقالة، قنبلة في حجم البرتقالة. هنشوف القنبلة دي عملت ايه. هنشوف قنبلة في حجم البرتقالة، قنبلة نووية. شايفين التدمير الهائل والتسونامي اللي يعني حدثته في البحر. هكذا رأينا تدمير هائل وتسونامي لقنبلة في حجم البرتقالة، ما بالك لو ضربت أسلحة نووية كبيرة. ربنا يستر على العالم. وهل أمريكا تريد روسيا تضرب أسلحة نووية؟ الإجابة نعم، لأن عايزين يوصل العالم لمليار ذهبي، والباقي يعني يتخبط روسيا في أوروبا وأفريقيا في النص، المهم يقعد مليار ذهبي من العالم كله. ده تخطيط، ومن ضمن التخطيط اللي تشجيع على عدم الزواج وعلى المثلية وعلى عدم الإنجاب وحاجات كثيرة جدا، وكورونا وحاجات كثيرة جدا تؤدي إلى المليار الذهبي وأسلحة وأمراض فتاكة وطيور مرقمة. ربنا يستر على العالم. وإن يعني بوتين يعمل عملية تعادل بين من يريد المليار الذهبي، ولا يستطيع أحد تحدي إرادة الله. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس و فعلوا الفيديوهات على قنواتكم حتى يصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الأديب، تحياتي.